لذلك أعود فأقول أنا كنت أتمنى ولا أزال أن يكون إسلامنا إسلاما عقلانيا زائد إسلام عاطفي. هذا الكلام أتمنى أن يبلغ آذان الذين لم يفقهوا بعد هذه الحقيقة. نعم الإسلام العقلاني والله وحده ما بيفيد، ما بيفيد. أنا عندما يأتي ملك الموت ليستل روحي، ترى مو بالدليل العقلي أنا بحافظ على إسلامي. بإيش أنا بحافظ على إسلامي؟ بالحب، لأن الشيطان في تلك الساعة يأتي ليغريني والعياذ بالله بالضلال عند الموت، لكن هذه الفتنة الكبرى. لكن وقت بيكون في إلي قلب محب، صحيح الآلام قوية جدا جدا جدا، لكن حبي لله يطفو على لساني ذكرا، نعم حنينا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان إيماني عقلاني وبس، إيمان عقلاني وبس، وآلام الموت قد يعني تحكمت بي من الفرق إلى القدم، العقل بيغيب وإدراكات العقل بتروح، العاطفة بتبقى. عاطفتي، شهواتي، رغبات، رغائبي، تجاراتي، أموالي، هي اللي بتبقى. نعم الإمام الرازي دخل بغداد مرة فخرج معظم أهالي بغداد يستقبلونه، امرأة عجوز سمعت ضجيج الأسواق فأطلت من خصاص النافذة هيك على الشارع، رأت جماهير كثيرة قد سدوا منافذ الشوارع، فسألت ما الخبر؟ فقالوا دخل الإمام فخر الدين الرازي فالناس خرجوا يستقبلونه. قالت ومن يكون الإمام الرازي؟ من؟ قالوا لا، هذا رجل ألف كتبا حشاها بما يزيد عن 1000 دليل على وجود الله ووحدانيته وكماله. فاستضحكت وقالت لو لم يكن لديه 1000 شك لما احتاج إلى أن يؤلف كتابا يذكر فيه 1000 دليل. بلغ الخبر وسمع الإمام فخر الدين الرازي فرفع يديه يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. طبعا فخر الدين الرازي لم يكن إيمانه عقلانيا فقط، لا، بل كان هو من النخبة التي جمعت بين الإيمان العقلاني والإيمان العاطفي، وبعاطفته قال هذا الكلام اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لأنه أنا لما بدي موت رأس مالي القلب المحب، هذا القلب النابض بحب الله ما بيغيب قد ما كان في آلام، الحب يطفو على اللسان. فينظر حبك لماذا؟ إذا كان حبك لرغابك، دنياك، شهواتك، كل الكلام اللي كنت تتفلسف فيه، كل مؤلفاتك بتغيب عن ذهنك، بتتحدث عن تجارتك شو صار فيها، زوجتك، أحبابك، فلان، فلانة، إلى آخره. قد ما ذكروك العقل الباطن هو الذي يطفو على اللسان. هذا هو السبب فيما يقوله ابن عطاء الله وفيما ينبهنا إليه الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعل أفئدتنا وقفا لحبك، والحمد لله رب العالمين.